عليك. صباح الخير. صباح الخير مرة أخرى، صباح الخير من مدينة الألف عمود. هذه المدينة مدينة جرش الأثرية التي تشهد في كل عام مهرجان جرش الدولي للثقافة والفنون الذي يحيي هذه المدينة ويعيد إليها العلق في كل عام. هناك نشاطات متعددة تعج بها هذه المدينة خلال موسم المهرجان والمهرجانات الأخرى. في بداية حديثنا نستعرض عن المدينة الأثرية، مدينة جرش الأثرية أكبر المدن التي حافظت على تاريخها وعلى حضارتها وعلى العمارة فيها. للحديث أكثر حول هذه المدينة الأثرية نستضيف الأستاذ محمد الشلبي مدير آثار محافظة جرش ليحدثنا عن هذه المدينة الأثرية. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير أستاذ أبو هيثم، برحب فيك وبرحب بشاشة التلفزيون الأردني الشاشة الوطنية العزيزة على قلوبنا. وكما تفضلت وذكرت أن جرش مدينة الألف عمود، فإذا كانت مدينة جرش مدينة الألف عمود فهي أيضا مدينة النصف مليون زائر في العام الماضي. مدينة جرش تشهد حركة سياحية نشطة في هذه الأيام وخلال العام الماضي، وهذا بفعل جهود كبيرة وفرتها وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة، وأيضا بدعم مباشر من هيئات المجتمع المدني في جرش، وأيضا كل الجهات الرسمية في جرش أيضا، ومجلس محافظة جرش الذي وفر موازنة كريمة وغنية لهذه المدينة التي تستحق. ومن هذا المنبر أود أشكر كل الجهات الداعمة لكل الأعمال الخيرة التي من شأنها استدامة الموقع الأثري. إذا أردنا أن نتحدث عن تاريخ مدينة جرش وتاريخها الضارب في الجذور، إن تاريخ جرش يعود إلى حوالي 7500 عام منذ العصر الحجري الحديث. على ضفاف هذا الوادي نهر الذهب انتشرت الحضارة، حضارة الإنسان منذ العصور الأولى. وفي تل أبو الصوان الذي يبعد بضعة خطوات عن الموقع الأثري وجد أكبر موقع أثري يعود إلى هذه الفترة، حيث اعتمد الإنسان على صناعة الحجر وصناعة الصوان وتطويع الصوان ليقوم بأعماله اليومية وبأعمال الصيد والجمع والالتقاط. نعم، هذه جرش الضاربة في الجذور أيضا امتدت حضارتها إلى العصور البرونزية والعصور الحديدية، وهناك شواهد كثيرة في المدينة الأثرية وفي جرش بشكل عام. الحضارة اليونانية التي كونت نواة هذه المدينة، الحضارة اليونانية في الشرق عندما فتح الإسكندر المقدوني كافة بلاد المشرق ومعظم أنحاء العالم تكونت نواة هذه المدينة، ولدينا آثار ومخلفات من الفترة الهلينستية التي نسميها الحضارة اليونانية المشرقية التي لها طابعها وطعمها المشرقي. عند دخول الرومان إلى المنطقة تم اختيار هذا الموقع بعناية فائقة، وبنيت مدينة من أضخم المدن التي حافظت على تراثها وتخطيطها المعماري خارج روما. مدينة جرش تمتاز بالشوارع المعمدة وبالساحات وبالمعابد وبالمسارح، وأيضا كانت مدينة جرش في الفترة الرومانية مركزا للتجارة العالمية، وكانت من أهم المدن التي ساعدت على إطالة عمر روما، حيث كانت البضائع والمنتجات تنقل من أقصى الشرق عبر جرش إلى بلاد وحوض المتوسط. أيضا عندما دخلت المسيحية واعتنق الرومان الديانة المسيحية تكونت في جرش أسقفية، ولدينا في جرش ما يقارب 20 كنيسة في الموقع الأثري وفي خارج الموقع الأثري، وازدهرت الفنون وعلى رأسها فن الفسيفساء. ولدينا في جرش ما يسمى الكلاسترز أو مدرسة خاصة ذات نمط معين في فن الفسيفساء. وعند الفتح الإسلامي أيضا ازدهرت جرش وازدهرت فيها الصناعات، وعرف في جرش أنواع كثيرة من الصناعة على رأسها الصناعات الفخارية والنسيج. وهناك أدلة واسعة في مختلف أنحاء المنطقة في أن جرش كانت تصدر الفخار والأسرجة المصنوعة هنا في أفران خاصة في مدينة جرش تم العثور عليها في التنقيبات الأثرية، ناهيك عن الفترة العباسية التي يوجد من آثارها مسجد. وأيضا استمر الاستقرار البشري والحضارة دون انقطاع حتى عصرنا
الحالي في مدينة جرش الأثرية. أيضا أود أن أشير أن جرش هي حاضنة للثقافة الأردنية، هي حاضنة لمختلف النشاطات التي تجري على هذه الأرض، سواء مهرجان جرش أو غيره، الذي أكسب مدينة جرش طعما خاصا وساعد في نشر المهرجان في مختلف أنحاء العالم. أستاذ محمد، يا ريت يعني تحدثنا عن أبرز المكتشفات الأثرية إذا يعني هناك إمكانية، وما هي خطط التنقيب خلال العام 2020؟ نعم، أشكرك في الحقيقة على هذا السؤال. أعمال التنقيب والترميم في مدينة جرش لا تنقطع، وكما أسلفت هناك اهتمام كبير في هذه المدينة من مختلف الجهات، وأيضا هناك بعثات أجنبية تقوم بالعمل وبنيم بشكل مستمر في هذه المدينة. في العام الماضي كان هناك اكتشافات حول المدينة من كنائس ومدافن وغيرها، ولعل المكتشفات الأثرية لا تنقطع في هذه المدينة، وأرجو أن تقوموا بزيارة للمتحف للإطلاع على مختلف المقتنيات الأثرية من هذه المنطقة. في الحقيقة أن وزارة السياحة والأثار ودائرة الأثار العامة تبنت خطة لتطوير الموقع، وفي العام الماضي وبتوفر موازنة وفرها مجلس محافظة جرش، وكما أسلفت هي موازنة جيدة وساعدت على إنجاز الكثير من الأعمال، حيث استمرت أعمال الحفاظ والترميم والتنقيبات وأعمال النظافة، وتمتاز جرش بنظافتها وبأنها موقعا مفتوحا للزوار على مدار الوقت. وسنكون معكم بعد قليل من المتحف الأثري، من متحف الأثار لمدينة جرش الأثرية، لاستعراض أبرز المقتنيات الأثرية التي تم اكتشافها على فترة ضمن فترات سابقة. إليكم زملائي في استوديو برنامج يوم جديد.